قولكم هذا مطوع، يعني زي ما تقول إمام مسجد، وكان في ضواحي مدينة بريدة هكا الوقت. الرجال هذا كان عنده بنيات، يقال أنهن ثلاث، وكان على قد حاله، فقير، ويا الله أنه يلقى ما يكسي بنياته وشي يأكلونه، لكنه كان متعفف، كان ما يطلب أحد وكان يكتمها في نفسه. صح أنه يحب بنياته ويحن عليهن وتسذى، وهم بعد يحبون أبوهم، لكن على ما قال الحال مباركة. جذاك اليوم ولنهم كانوا في رمضان وتقريبا قرب العيد، بحد الله عليهم ما يومين أو ثلاثة، البنيات بطبعهن يعني على ما قال يا يبه والله ودنا بكسوة العيد، يا يبه نحنا ما شرينا، يا يبه أن البنيات يعني بيشترون، والأبو ما وده يردهن، قال أبشروا يا بنياتي بالخير إن شاء الله أنه يبيجي ما عليكم. قالوا ما عليه شيء يبه، والله لو نحنا ضغطنا عليك أو شيء، بس والله يعني أنت عارف. وإذا قال لا 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 ما عليكم يا بنياتي، إن شاء الله ربي بيفرجها. أبتسمت البنية وراحت. المهم قرب العيد، راح يومين خلاص، العيد يمكن باقي عليه يوم، ومنه باتر أو عقب باتر. البنيات استحم من أبوهن، فتخبرون في أي عائلة من يرسلون؟ يرسلون البنت الصغيرة. ليش؟ لأنهم يهقون أن أبوها ما هو برادها. وفعلا أرسلوا أختهم الصغيرة، لعل الأبو يعني على ما قال ما يهوشها ولا يزعل عليها. يوم انهجت قالت يبا أنه يعني العيد باتر أو عقب باتر ولا جبت الكسوة. طبعاً هو ضايق صدره، ما وده يعني، تخيل أنت في هذا الموقف. قال بيفرجها الله إن شاء الله يا بنياتي، بيفرجها الله. ألين في ذاك الوقت كان فيه تاجر يقال له عبد الله البسام رحمة الله عليهم جميعاً، وكان ساكناً في عنيزة. أراد الله ويحلم بذيك الليلة ويشوف له هاك الرؤية. لا تنسى المطوع، المطوع لا تنسى. يا أعوذ بالله من الشيطان، لا إله إلا الله، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. سامي عم، تعرف المسجد اللي بطلع في الديرة؟ إيه؟ زين، تروح هناك للمطوع وتقول له عمي أبو فايز سلم عليك ويعايد عليك، وتعطيها الصندوق وتعود علي. أبشر عم، أبشر، لا تتأخر. أبشر. المطوع سلم أمره لله من بداية الموضوع، وربي ما خيب ظنه، والعيد صار له والبناته.